السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بيكم في قناتي الطبخ بقى اسهل النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بطاطس محمره بطريقتين آه الطريقه العاديه اللي انتم عارفينها بس هعرفكم ازاي تطلعوها مقرمشه ولونها ذهبي زي ما انتم شايفين كده وهعمل معاكم طريقه ثانيه جديده هتعجبكم جدا اتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقتين ويلا ندخل على الفيديو كده نشوف احنا عملنا البطاطس المحمره دي ازاي طبعا كل واحد ليه طريقه وطبعا هي ليها طرق كتير جدا فهندخل بقى نشوف احنا عملنا الطريقتين ازاي هتعجبكم آه ان شاء الله اول حاجه معايا حوالي نص كيلو من البطاطس انا معايا اربع بطاطسيات كده هبدا بيهم الطريقه الاولى وهقشرهم التقشير العادي خالص هتقشري بال بالأطل... اللي نقشر بيها دي عادي هتقشري بالسكينه مفيش مشكله المهم قشري البطاطس وجهزيها متقشره بعد كده بعد ما نخلص تقشير البطاطس بتاعتنا هنبدا نقطعها والتقطيع هيكون يعني قد ما تقدري تخلي شكل البطاطس كلها قد بعضها يعني هتحطي كده الشرايح فوق بعضها وتبداي تقطعي زي بعض علشان يبقى زي تقريبا كده مقاس واحد المهم بعد ما نخلص التقطيع بتاعنا والتقشير هنبدا نشوف هنعمل ايه في الفيديو آه طبعا طولنا في التأشير هنا فهنخلص دلوقتي ونبدا على طول في تقطيع البطاطس عشان ما نطولش عليكم الفيديو اكتر من كده لما نيجي نقطع البطاطس هقطع البطاطس بالنص وهنبدا نقطعها كده شرايح زي ما انتم شايفين الشرايح ما تكونش رفيعه قوي لازم يكون فيها سمك كده عشان البطاطسية يكون فيها جسم شويه وهبدا بقى اقطعها بالطول وده طبعا هيت... يعني على حسب ما يتناسب مع حجم البطاطس اللي عندك في بطاطس بتكون صغيره وفي بطاطس بتكون طويله فزي ما تحبي المهم اقطعيها بالطريقه اللي تعجبك بعد بقى ما نخلص التقطيع كله طبعا بيشترط في البطاطس الغسيل الكويس قوي كذا مره عشان تنزلي النشا اللي فيها ده يعني المطلوب عندنا ان احنا هننزل النشا في البطاطس فهن نغسلها هن... كذا مره كده انا بقطع معاكم البطاطس وهنروح على طول نشوف هنكمل الوصفه بتاعتنا ازاي دي وصفه سهله جدا مش هنضيف عليها اضافات كتير بس هنحط عليها شويه تكات بسيطه هتديكي بطاطس في الاخر لونها ذهبي ومقرمشه وجميله جدا بعد ما خلصنا التقشير والتخريط هنحط البطاطس بتاعتنا في حاجه ونبدا نغسلها كذا مره زي ما قلت طبعا بالميه العاديه اللي من الحنفيه كده هغسلها اول مره واحط عليها مره تاني ميه علشان اغسلها كويس وبعد كده نبدا نشوف هنضيف عليها ايه هننقعها نص ساعه في المحلول اللي هنعمله ده وبعد كده هنبدا نقليها اول حاجه هنحط دلوقتي حوالي كده لتر وشويه من الميه على حسب ما يكفي البطاطس اللي انت هتعمليها هتحطي عليها معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره كركم وهتحطي عليها ثلاث معالق كبار خل هتقلبي بقى المحلول اللي عندك ده وهتنقعي فيه البطاطس لمدة نص ساعة ده بقى ليه؟ ده هيساهم في حاجتين اولا هيشدد البطاطس معاكي ما تبقى طرية تاني حاجة هيخلي البطاطس لونها ذهبي وحلو قوي زي ما بتشوفيها كده في المحلات هننقعه بس لازم نص ساعة هتلاحظ ان البطاطساية بدأت معاكي تبقى حلوة وشدة وكويسة هنركنها على جنب ونبدأ نخرط النص كيلو البطاطس التاني او اربع بطاطسيات كمان يعني للوصفة التانية اللي هنعملها النهارده والوصفة الثانية دي وصفة يابانية مكوناتها موجودة في كل بيت ولكن هتدوقي طعم الأول مرة بتدقيه أنصحك تجربي الطريقة دي لو أنت أستاذة يعني في البطاطس المحمرة ومش محتاجة الوصفة الأولى فالوصفة التانية دي مهمة جدا عشان هتحبها كل أفراد الأسرة لو أنت عايزة تسلقي البطاطس وتهرسيها هتضيفي عليها شوية حاجات وتحمريها هتبقى بطاطس روعة أنا قطعت البطاطس مكعبات زي ما أنت شايفة وهحطها كده في شوية في حاجة طبعا هسلقها يعني بس الأول لازم أغسلها الأول تاني زي المرة اللي فاتت أغسلها كويس جدا من النشا وهضيف عليها شويه ميه بقى وملح عشان تتسلق فيها طبعا احنا دايما بنفضل نسلق البطاطس سليمه علشان دايما بتبقى قيمتها الغذائيه اعلى وبتبقى كمان طعمها احسن بس الوصفه بتاعتنا انا محتاجه البطاطس طريه لاني هعملها عجينه بالظبط فدلوقتي انا بشطفها شطفت البطاطس مرتين ودلوقتي بضيف عليها ميه كويسه كده نظيفه حلوه بصوا ميتها بقت وجميله قد ايه هحط عليها معلقه ملح وبعدين هولع عليها النار علشان اجهز الوصفه الثانيه من البطاطس دلوقتي بقى هروح على البطاطس الاولانيه واصفيها هتلاحظي ان البطاطسايه تماسكت خالص معاكي ولونها كمان ذهبي زي ما انت شايفه هتضيف الاضافه المهمه بقى دي دلوقتي وهي النشا هتحطي كده ثلاث معالق كبار او اربع معالق كبار نشا طبعا انا بتكلم على حسب الكميه اللي عندي لو زودتي البطاطس هتزودي الكميه لو قللتي هتقللي دلوقتي انا غلفت البطاطس كلها بالنشا بصي كل بطاطسايه متغلفه بالنشا من كل ناحيه هبدا بقى في زيت كده غزير حلو على النار ويكون كمان سخن كويس قوي ابدا اسقط فيه البطاطس بس برضو لما تحطي البطاطس في الوصفه دي ما تحطيش كميه كتير قوي لازم تبقى ايه مفروده كده في سطح الطاسه علشان آه تتحمر كويس وتنشف معاكي تبقى مقرمشه عايزه اقول لك والله لولاني قافله صوت الفيديو وانا بحط البطاطس كده في الطبق كانت بت... بتخرفش زي يعني مقرمشه خالص خالص كانت بتخبط في بعضها فجربيها وشوفي بنفسك طبعا مهم جدا لما نحطها كده نسيبها أربع دقائق وبعد كده نبدا نقلبها طبعا في الاول ما بتقلبيهاش عشان النشا ما يقعش من عليها بس بعد شوية كده بتبدأي بقى بعد أربع دقايق كده أو خمسة بتبدأي تقلبي بقى على النواحي التانية عشان تبدأ تتحمر من كل ناحية هتلاحظي انها مع وق.. مع الوقت بتاخد معاكي اللون الذهبي اللي انت عايزاه وخليها للمرحله اللي تحبيها لو عايزاها متحمره قوي سيبيها اكتر دلوقتي البطاطس بتسلي اهي الناحيه التانية وخلاص هشيلها هي كده اتسلقت هبدا بقى بشوكه زي ما انتم شايفين او لو عندك هرست البطاطس اي حاجه المهم احنا عايزينها تتهرس كويس قوي ولو لاحظتي انا مسويها كويس وكمان بهرسها كويس جدا علشان انا هعجنها زي ما قلت طبعا عشان تهرسي البطاطس صح لازم تهرسيها وهي سخنه لسه متصفيه من نازله من على البوتاجاز هنركنها بقى مهروسه ونبدا نجهز الحاجات الاضافات اللي هنضيفها عليها اول حاجه بقدونس زي ما انتم شايفين وبرده على حسب الكميه اللي عندك ده نص كيلو من البطاطس او اربع بطاطسيات هنحط عليهم شويه كده يعني زي ما انت شايفه من من البقدونس مش مش رابطه على بعضها ولا اي حاجه ربع ربطه البقدونس اهو هنخرطه كده رفيع زي ما انتم شايفين وهنبدا نشوف هنضيف ايه كمان هنركنه على جنب ونجيب تاني برضو ربع ربطة من الشبت بقدونس وشبت بيدي طعم جميل قوي مع البطاطس دي صدقوني البطاطس دي من الأطعمة الجديدة اللي هتحبوها جدا وهي دي طريقة اليابانية في تحمير البطاطس هنقطع الشبت وهنركنه على جنب برضو وهنجيب دلوقتي بقى كده حوالي خمس ست فصوص توم على قد ما بتحب التوم حطي التوم بيدي البطاطس طعم حلو جدا لانك انت بتعملي خليط او عجين من البطاطس عشان طعمه يظهر لازم يكون التوم فيه ظاهر انا دلوقتي كده هحاول اكسر الفصوص اللي معايا وابدا كده اقطعها بالسكينه وطبعا بعد مش لازم تنعميها قوي كده كده هي هتستوي بقى بعد كده طبعا انا دلوقتي قطعت الفصوص التوم زي ما انتم شايفين هحاول بقى اركنها وافضيها كلها على البطاطس احنا دلوقتي جهزنا البطاطس وجهزنا الحاجات اللي هتضاف ليها البقدونس والشبت والثوم التلات مكونات دول مهمين جدا في مكون تاني كمان انا ما حطيتوش بس لو عايزه تحطيه حطيه انا ما جربتوش وما بصراحه اضافته ممكن اضافته تكون احسن عشان تتماسك معاكي اكتر اللي هو بياض بيضه الوصفه دي اساسي في يعني بيحطوا فيها بياض بيضه دلوقتي هملحها بقى بملح انا دلوقتي ملحتها كويس جدا عشان طعمها يبقى ظاهر لانها مهروسه وكتيره فعشان طعمها يبقى ظاهر حطيت شويه ملح زياده وحطيت فلفل اسمر طبعا ملح وفلفل اسمر اساسي وبعد كده هحط معلقه بهارات مشكل والبهارات المشكله على حسب اللي عندك لو مش عندك سبع بهارات او كده حطي بهارات لحمه حطي اي بهارات عندك تدي ريحه وطعم حلو للبطاطس وهنبدا بقى البطاطس نقلبها مع بعضها وهنعجنها بطريقه العجن بعد التقليب هنبدا نعجنها انا عايزه دلوقتي عجين هبدا اشكله على شكل صوابع هم على فكره بيقولوا عليها في اليابان نقانق البطاطس عشان هم بيعملوها على شكل صوابع ويقطعوها بتبقى شكل النقانق بالظبط دلوقتي انا هقلبها مع بعضها كويس وهبدا بقى اعجن بايدي علشان اعمل خليط حلو قوي اعرف دلوقتي اشكله واحمره معاكم علشان انا سلقاها كويس ومهروسة معايا كويس فطبعا بقلبها كويس جدا وبصوا سهلة وناعمة جدا جدا ودي اساسي في الوصفة لو حسيت ان البطاطس بتاعتك ما استوتش جامد وما جامد مش هتقدري تعجنيها ايه بقى المكون اللي هيخليلي البطاطس دي ممتازه؟ النشا هعجن بالنشا، انا دلوقتي ضفت النشا ده مش دقيق يا جماعه ده نشا، هضيف كده اربع معالق كبار من النشا وهبدا اعجن بايدي كويس قوي لحد ما احصل على عجين متجانس واعرف اشكله، هلاقي نفسي بعد ما اعجن دي الاقي نفسي لسه لازقه في ايدي، ايوه هروح اجيب تاني نشا وهكمل العجن. بعد ما اعجنها خالص زي ما أنتوا شايفين هتبدا بقى تتماسك معايا هبدا اعملها بالشكل اللي انتم شايفينه ده شكل طولي كده زي, زي يعني اسطواني كده زي ما انتم شايفين وهبدا اقطعه بالسكينه يعني قد بعضها زي ما انتوا عايزين بقى طويله قصيره دي حاجه ترجع لكم بس المهم احاول اقطعها بالسكينه كده بصوا متماسكه وبعرف انقلها زي ما انتوا شايفين هعمل كمان مره وهقطعها هعمل بقى كميه كده تكفي ان انا احطها في الطاسه كامله وبعدين ارجع على طول احطها في الطاسه واحمرها معاكم وبرده التحمير يرجع لك في ناس كتير بتحب اللي جربوا الوصفه يعني قالوا ان هما بيحبوا البطاطس تكون لونها ذهبي فاتح انا حاولت احمرها جامد عشان تبقى مقرمشه معايا اكتر عايزه اقول لكم ان الوصفه دي والله قعدت لتاني يوم وهي مقرمشه مقرمشه خالص يعني ما بت... ما بتفكش القرمشه بتاعتها خالص دلوقتي في الطاسه هبدا طبعا الزيت سخن انا شلت البطاطس التانية وزي ما قلت لكم بنزلها على الطبق بتخبط في بعضها بتقرمش وهي بتنزل في الطبق دلوقتي هحط في الطاسه البطاطس الجديده اللي انا عملتها دي وهبدا احمرها معاكم عشان اوريكم نتيجة النوعين من البطاطس شكلهم عامل ازاي بعد ما خلصتها اللي وصل بقى معايا لغايه هنا في الفيديو ما ينساش طبعا يحط لي لايك للفيديو كمان لو انتوا بتشوفوني لاول مره وعايزين تتعرفوا على وصفات جديده ان شاء الله ومفيده ليكوا يبقى لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان دايما يوصلكوا كل وصفاتي وما تنسوش تشيروا الفيديو لو عجبكم علشان اصحابكم كلهم يستفيدوا ان شاء الله بصوا شكل البطاطس دي عاملة ازاي انصحك بجد تعملي البطاطس دي بطاطس هايلة وطعمها تحفة احلى بكتير كمان البطاطس البنية. ده كان شكل البطاطس بتاعتنا وشفتي اللون الذهبي اللي كركم مديها اللون ده عايزه اقول لك بقى بعد ما تخلصي عايزه ترشي عليها رشه ملح ما فيش مشكله حطينا طبعا جنبها الكاتشب وقدمناها وكمان البطاطس التانية كانت رهيبه جدا انا اتكيت عليها في التحمير شويه زي ما انتم شايفين بس كانت طعمها جميل ومقرمشه وبصوا بصوا الجلده بتاعتها بتقرمش بطريقه عامله ازاي اه دى بقى جميله جدا جدا فى الاكل اتمنى ان شاء الله تجربوها واشوفكم الفيديو الجاى ان شاء الله وصفه جديده من وصفات الطبخ بقى اسهل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته